القبائل لما لقت الوضع ده عملت حركه في منتهى القوه، واعتقد انها هتحصل خلال الفتره اللي جايه في ليبيا. انهم جم الى اجدابيا وقالوا احنا ننصب ادريس السنوسي امير على ليبيا كلها. متوقع ايه يحصل المرحله القادمه؟ متوقع ان القبائل هتلعب نفس الدور اللي بتنصيب احد الـ يعني يا اما تعمل مجلس شيوخ. أيوة. مجلس شيوخ هو الحاكم. أيوة. يا اما تعمل تحالف مع القوات العسكريه ايا كان من يقودها. المهم هذه القبائل اصبح لديها اليوم هي القوات العسكريه اللي تابعه لاني حكومه، ما هي ليبيا فيها القوات العسكريه الليبيه، القوات المسلحه الليبيه هي القوات المسلحه. تمام. اللي هو يقودها في الوقت الحالي المشير خليفه حفتر. تمام. تتوقع ان ده متوقع ان القبائل، لأن القبائل خلال الأسبوع اللي فات ده عملت مصالحات في غاية الأهمية. أيوة. ورفلة تصالحت مع المجرحة، تصالحت مع أولاد سليمان، تصالحوا مع الجدادفة، يعني في تصالح قبلي. أيوة. وفي عودة للقيادات العسكرية إلى معسكراتهم. تمام. مرة أخرى. أيوة. كل هذا مؤشر على أنه يمكن أن يحدث ما حدث في أواخر الاستعمار الإيطالي لليبيا، نفس اللي حصل هيعيد نفسه بشكل آخر. بالظبط. القبائل ممكن تحسم الأمر. انخدع ازاي؟